تطبيق خرافي ورائع جدا، سوف يبهرك أكيد، سوف يجعلك تشاهد الأشياء ثلاثية الأبعاد وبدقة رائعة جدا كما تشاهدون أمامكم. إذن دعونا نتعرف على التطبيق لكن بعد الفاصل. السلام عليكم متتبعي قناة أفكار محمد. إذن لتحميل التطبيق سوف نتوجه إلى بلاي ستور ونقوم بتنزيل هذا التطبيق أنيمال كاتختي، هذا هو لوجو التطبيق. بعد ذلك سوف نقوم بفتح التطبيق، ومباشرة سوف تظهر لنا، يعني بعد أن نقوم بفتحه سوف تظهر لنا الكاميرا مباشرة. بعد ذلك سوف نتوجه إلى أي هاتف ثاني أو حاسوب، ونتوجه إلى جوجل ونكتب كذلك هذه الكلمة Animal 4D، ونتوجه إلى الصور وستظهر لنا العديد من الصور كما تشاهدون. ها هي، يعني هذه الصور مبرمجة كي تظهر بهذا الشكل ثلاثية الأبعاد. أؤكد في التطبيق الذي قمت بتنزيله فهو موجود في الهاتف الذي أصور به. وكما تشاهدون هذه هي أيضا صورة أخرى، يعني يوجد العديد من الصور، وهناك أيضا باقة كبيرة تباع من هذه البطاقات، وهذا يعني هذه البطاقات سوف يحبها كثيرا الأطفال، خصوصا الأطفال سوف يحبونها جدا، لأنها يعني هذه الحيوانات تظهر بدقة جيدة كأنها حقيقية كما تشاهدون. لاحظوا معي، لاحظوا الدقة التي تظهر بها، يعني صراحة تطبيق خرافي جدا، سوف يحبه الصغار والكبار أيضا. هناك طريقة أخرى استعملتها، وهي باستخراج هذه الصور كما سوف تشاهدون. أنا ذا قمت باستخراج هذه الصور، وسوف أقوم بقطعها وتحويلها إلى بطاقات. وكما تشاهدون ها هي البطاقات بعد أن قمت بطباعتها وقمت بقطعها إلى هذا الشكل. يعني هذه الطريقة سوف يحبها الأطفال كما قلت لكم، ومنها سوف يتعلمون يعني أسماء الحيوانات والعديد من الأشياء يمكنكم تحميلها من جوجل كما شاهدتم. يعني فكرة وفكرة هذا التطبيق رائعة جدا، أحببتها يعني بصراحة، وأتمنى يعني أن تكون قد نالت إعجابكم أيضا كما تشاهدون هنا. أيضا هذه البطاقة يعني فكرة جميلة جدا، ويعني يظهر كأنه حقيقي، كأنك تود لمسه. لاحظوا، لاحظوا الدقة، كأنه واقف على الورقة ثلاثي الأبعاد. يمكنكم تدوير الكاميرا من أي ناحية. يعني إلى هذا سوف نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعني أن يكون هذا التطبيق قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.